لكن قوميه اورمدا قوميه الصوماليه قوميه امحارده قوميه تكريك انت ستوبيا كجرت وقوميه بكثير واحد طلعت هي لما كان صعدا ايتوبيان كا ان وانا ما ادري ها أمي سنة مركز أول ندريهين أبو أمي سنة بحروق أمي سنة ودنت محمدو ما هو حصو معهم وحاب الدكران شرت أورمبا برقيس الدكران بحمود الدكران شرتين وأنا أمي سنة أورمبا إن يهين من دراسة إذا يجوا بقيرنا يال وقت مركز حل كان والدجال كي أس سي قاتم إيو سومالي لأن أجري إنه أي نمر كان إيه مثلا مسومالي لأن أويارتي مقابل كدرة أويارتي مساقة أويارتي محياك مركي أي صوب بحدين وحيل أورانش هو محمد وأي صوب بحدين يسبحيس في بلارات أي خاتم محمد وأي جرادو محمد وأي كل واقين أي باهين أي وح مركا دب وصو أسبون عصالي محمد مدير أو مع أرمادي دي وضطة أو مدايسان أي وح الربان إلى ردك علمان في الأساسية طبيعي أبي أحمد إيه أها إنه دكتة سيلع الدونيو نمر هو رقع وقه ما لو أركي كرا محمد هديم ما أنت دكتة بربرع أما دكتة سيلع محمد إيتوبيانكو أي استعمالان دانت سومالي لانبا كتشرته بقى ها نينكا إساق إيه درتا أه إيو نينكا قاد شاكتي إنه إيتوبيان يهي أرمي يهي درتا أه waxay iska gadhow yihiin ninka daaro jira waxyaabo kale waa la istaagay iyo wax la yiraahdo in dad badan waxay leeyihiin marka sidaas sabab la mid ah ayaa dadkan loogu dalbaday oo dhinacaas ay qatar ku yihiin kulanka aan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegayno muranka bariyihii la soo dhaafay ka tagnaa baraha bulshada ee la xiriira wafdi ka socda qoomiyada oromada oo socda la ku maray qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliland isla markaana halkaasii lagu soo dhaweeyay ujeedadoodu maxay ahayd hadaba waxa barnaamijka falanqeynaya aqoonyahan Sayid Maxamed Cali Sayid Maxamed Soorow ah waan dhawaa Maxamed aad baad u mahadsantaa aan Soomaaliland waxa yimid wafdi dhaqan oo ka socda Itoobiya oo sheegaya inay Soomaali yihiin marka maxay محمد وقت قاعد بعض ما هتصنت حي وأنا كفر حسين كان قلق قاعد برنامج كان محمد وما أهل مركي وجوه الرئيسي وفت نقل كم ترى يقوم يد اللي يراه أرومضة ومرك اللي جه الله يدلوينه إتوبي عدد كوجوه فرح بدن إتجن هالكا إتوبي أنك إلى دور قوم إلى سجال قوم يدود بلي لكن الدوم بكون نول وأفكر دوم كوه الله قوم يد مرك وجوين أرومضة اللي يراه ده مرك ما أهل مركي وجوه الرئيسي وقت أروما اعتماده سومالي لاعتماده أما الصومالي أما أكيني أما تشبوت إسومرت محمد أمريكي وغوري سماها هوري إسومرت أفر سنشان سنة كور بإسومرتي 2019 كي بيتي مادين 2020 كي بيجي مادين إمي كانوا ويجي مادين محيط هاي مركة أوتشي دود باي تري أو مات لقن كدوني يعني قلت أن إمي كهر يسد تميد أرمضة أو هو قامين يا مادة حد لقن كأه محمد ورسي دب أرمضة لقن هان مكل فوقين بلا إسكبت مكل فوقين محاكل وده وحاكل فضاء أنا الصومالي ده مكتب دلتك الصومالي ده لقاح الله قومك الصومالي اللي يحاول مكان لقاح الله ورمضوا وحي كمديين دادخ الصومالي دي كمديين واسكو قوم واسكو دقل اي كمديين ما حد قولت شيدا وحان قولت شيدا افكو هكا للدوانادو لكن مركا نيكا ارمادا اد اركتين مركا بواد كشي كيسا نيكا من صومالي ومن صومالي ما احان تاسو عمو قالك قد طلبات وحان قولت شيدا ايجا قلوه دا قومية دا ارمادا محمدو اللي يريهدو ارمى محمدو ومقعوين ما احان غير قرم ما احان لكن قومية دا ارمادا قومية دا صومالي دا قومية دا محاردا قومية دا تكريك انت ستوبية كجرت ايضا اي سيدا احتاي محمد ارمادا اي قومية تهي وحاكوش لها دنا سيدا افكو دا ايوك قيرتين صدح ايه labaatan jilib oo asalkoodii Soomaaliya oo dir la yiraahdo Maxamedow waqoomid ma khadir ma waxa aad leedahay nimankan socda Itoobiyaanka ah waa niman dir ah sida iyagu afkood Maxamed ku leeyihiin waa dir bal nimankan la yiraahdo iyaga ma sheegay ma aaminsan marka uu dir yihiin waa aaminsan waxaan aaminsanaa wadiint Maxamedow ma aha wax cusub ma aha imika hadaa tagtid Maxamedow taariikhda asalka hadaa tagtid hargeysa Maxamedow magaalada yar waxa la oran jiray berigii hore Tahrir baa la oran jiray hadaa taariikhda imika hadaa dib hargeysa dhulka u sii eegtid sida dadkii odayaashii waaweynaa anigu aan ka wareystay Maxamedow waxa ba deganaan jirtay oran baa hargeysa deganaan Maxamedow deganaan jirtay dadkii halkan wal saxriixay Maxamedow من عدتك ديتك كل تجين أو كل قيب سمين إن أنا وحاج كل قيب سمين أفكي لا جدي كل قيب سمين لكن أرمض ما حدد إتوب دتك سومالي دكان جو غوري عود دكانه أرمي هاي مركي أنا مركي أن كلهم آمن سنتها
وأنا أمين سنة أرمض إن يهيني من دير سيدا يجو بقيرنا يال أدير نمد المحمد وما أهكلية غير قوس قوس وجد ما أهم وكمونيت وأزقع شامبوريسي سبحي سوين وي بقى صدح إيا لباتن شليب أو صوماليا أيا لم يدوبي أو كم من نقود قومية دا أرمضة أو مقع أرمضة حيستا لكن نمان صوماليو اللي يقانا أم هذا دير الله محمد أو علي دير الله أو تلود اللي يقانا محمد أو درها أو درها مركا وبرتي سنة يا وات مركا حلي قال ودقال كي إس إس سي قاتم إيو سومالي لان أجري إنه أي نمر كان يي مثلا سومالي لان أويارتي ما قبيل كدرة أويارتي ميساقة أويارتي ما حياكل ونقل محمد إني مكاني دول سومالي لان أمي أنا دكتور إيدو ودول محمد وإنستيتيوشن شرعي محمد ينظم دول محمد وها أمي أنا دولته لكن حق حبك نقل كي كوي بعدين سؤال قصير يا إمكا وفتي كم طلارنا إيه هو جامين ينيك وجوين على سلطان كوجوين أوربود هو جامين محمد وحكوتشر النمن أورما لكن سومالي وأف سومالي كهرلاية سفر كان هرجيس كوي بعد محمد وحكوه ريي كي أي نوربي كان يكوت تجين كي أي مقدشة كوس سومرين يكي أي جبوت كوس سومرين يا إمكا هرجيس تشوجان وحدي قتري مدقال كي خاتمة أيارات وسمية طبعا وين دعكرت محمد وسومالي محمد وميل وشوكتبة رقم بيلهيد رقم كسومالي وحكم ذو حليز قاشام بوريس محمد تذكر أيضاً إيجو دل شو ذو داعين أي إيجو ذو داعي تشرين أو يسكون دي ما تشرين خيره مركب وحاشر تشرين خيره كم من نقود شرعت محمد ولد قال ما تشرين مركب مركب أي صوب بحدين وحيل أورن شرين هو محمد وأي صوب بحدين يسبحيس يجيب الله رات أي خاتم محمد يقرأ محمد أي كل واقين أي باهين أي واحد مركب مركب دب أصو أصبون على صديق محمد وحيل أورن شرين إير سماهلي وهذا دون يسكون نقوني دير يسكون نقوني مركب دير نمادي نمكن إيم خلقان كحكود دودي وحيل يهين وحمد دوني إن أنا أسكوف الروح لوينه الدر إن أسكوف ربا مركب واتعي إيه لوينه الدر العيال أسكوف ريا إن ليري هذا ما الدر أو مع أرمدي دي وضطة أو مدايستان أيا وحي ربان إن ردك على المان غير أساسي قاتوم ما هي مدى دقال باش عمل لغمه الله محمدو وحي ودان نمكن وعدقا محمدو سيدا أي لكن محل سيقا شابورو سنة ورباحين تأيك الشيغيان وحي ودان نبض بي ودان نبض محاك لو سوهي ليده نبض محاك لو توهي لي إلا إلالية من دني مدى دير إلا الدفاعات ألك الدير وسيدا أي إمكا نمكن ليجين أيا كوهو صلبان تام عنه دو وحي كتسي سيدا أي سودان كجود أي أرمضا كو شيغيبات إن أي دي حد الكود وحكمي دها مدحوين أبي أحمد وإنن كي نيبوير وإنن أنا قد نقبي ده أرم إستغل وحو أفكي سكوي قرتئين ويحينين أرماء الصومالي أسل كيسا محمد وما مركا وحن لقاها اللي إياه إسكا هشام بوريس هذا الكودة واتاي هذا الكودة وحاك لو كميده إن لوركا إليهين أرمادو ويهي لول دير سيدا لوركا إساق ليهين ويهي لول دير سيدا بارها كويا لحالكاسي أيهين بارادرات أو الودلي هاي بنبدأ أي هايستان يدكذها أي هايستان إساقنا إن أيهين كودر أو أرمى أي واحد لو ذم ديسيا مركا مدمعي أبي أحمد إيه أها إنه دكذ السيل عدونه يو نمر هرقع وقع ما لو أركي كره ما يستوى ما يكرم محمد وأنت إساق ما أرك كرم وقتها يو حنورني إنهم ان دربان اورنا ان marka arinta laga hadlay markani waa dirbi hoggaaminayaan isagana gaashaan buurta dirba mid kamid ma barka dalasho laga hadlay maxamed dalasho iyo biology dhig laga ma hadlay waxa laga hadlay isaga ma dirbu ahaan jiray dalasho laga ma hadlay waxa laga hadlay isaga waligiiba dirbu ah marka laga hadlayo gaashaan buurta taariikhda Soomaalida iyo suugaanta Soomaali maxamed marka raacid hadib raacid hatta dadka meesha degan gaashaan buuris bay ahaan jireen isaga marka waxay noqon jireen niman la gaashaan buura dir ah oo dirweyna kamid ah hadalkaaga kala kusabtara dekad iyo damaca abi ma jirtaan marka ay ka hadlayaan islaajinta ka hadlayaan maxamed arimahooda horta waa dhaqan iyo inay mideeyaan iyo inay laakiin hadalkoodu dekad ku jirto jiraadaan dekad waa wada leenahay beeraan waa wada leenahay si afbax u meeyo maxamed waa wada leenahay laakiin waxay ka hadlayaan ninka dirta ah meeshu doona madegi kara wax dalma la wadiyay kara haa dadku maxamed waxba wada leeyihiin dekada iyo nidaamka institution ka laga hadlayaan maxamed dowlad ba maamusha oo go'aanka gaarta dowlad ba go'aanka ka gaaraysa laakiin qofka dirta ah ama oromaha ku abtirsa ama isku abtirsane xaq ma u leeyahay in u dekadaha Soomaaliland isticmaalaha xaq ma u leeyahay in u madidi karto waayo waa niman dira waa niman dhulka wax kale waa niman dhulka waxba u soo dagaalamo
xurriyadii Soomaalida iyo Islaamta Axmed ka soo qayb qaatay marka marka ay ka hadlaayeen dikadaha iyo mawada isticmaali kara sida suldaanku afkiisa ka qirtay wuxuu yiri waxna waa wada leenahay waxna weynu kala leenahay afna weynu wadaagna luqada kalena weynu kala leenahay tusaale waxa ku tusaysa waxa dhici karta marka maxamedo een horta marnaba Itoobiyaanka maxamedo dawladda Itoobiya xoog iyo awood kuma qabsan karto dikadaha Soomaalida iska daay meel yar Soomaali ka dhaxta maxamedo ma qabsan karto laakiin danta Soomaalida waxay ku jirtaa danta dadka Soomaalida maxamedo waxay ku jirtaa waxay ku jirtaa nabad iyo in la wada wadaago khayraad in ma dhacaysa maxamedo hadii maanta dikada barbara ama dikada Sayla maxamedo Itoobiyaanku ay isticmaalaan danta Soomaalida ba ku jirtaa dhaqaale ku jira shaqo abuur ba ku jira dirta wqooyi iyo dirta koonfureed maxamed uu yiraahdaa waa taa waa maxay waa gaashaanbuureysi dirta wqooyi waxa gaashaanbuur maxamed uu ku ah ciise isaaq samaroon baa ku ah laakiin dhulka soomaaliland waxa la deega dirtan waxa la deega niman harti liira maxamed uu la deega taa macnaheedu marka ma ahan in nimankan dirta ay uu ka xigo ninkan kale ee Itoobiyaanku ma ahan laakiin ninkan dirta oromada sheeganaya maxamed uu ee magac oromada ah laakiin dirta asalkiisu yahay laakiin sawlaba isku waata waata waxa la isweydiinay waxay tahay sidoo oromana ku noqday dirna ku noqday wuxuu ku noqonaya ayagaaba ku oranaya ila dir iyo orom laba qoomiyad ay ku jiraan qoomiyad Soomaali ah dirta maxamed maya qoomiyad Soomaali iyo qoomiyad orom ay ku kala jiraan marka nin oroma ah sidoo dirku maxamed dirta laga hadlaayo ma ahan tan oromada kaliya maxamed laga hadlaayo sidoo suudaanka sheegay dirta maxamed waxay soconaysaa sida iyagu afkood ku qirtan ilaa ay jaab bay soconaysaa tuutsiga soconaysa dirta maxamed waa qoomiyad fara ballaaran marka waad garanaysaa dirta marka laga hadlayo maxamed inay yihiin dadkii asal ahaan meeshan loogu yimid oo reer uba soomaalida maxamed uu ka yimid marka waxay ku kala socmeen dir iyo daaladaysba soomaaliku maxamed ku kala socmeen waa sida dhaqanka iyo suugaanta soomaalida ay leedahay marka dir laga hadlayo waa iska shambuureysi iskamasha marka waxaa ku mamirka ah in la isdifaaca ka mid ah in wax la wada yeeshaa ka mid ah laakiin institutionka dowlad lagama hadlayo nidaamka dowladeed lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa ninka dirta ah ma difaacaya dhulka dirta mise ma difaacaya ha uu difaacaya shalay kuwii ku dhimanayay dagaalkii Islaamta Maxamedow dir bay ahaayeen dir Itoobiya degan bay ahaayeen dir Soomaaliya ahaayeen kuwa maanta matalaya laakiin sidoo kale dowlad deegaanka waxa dad isaaq ah oo dir kula dagaalamay waa oromo may oromada kala duwan maxamed oromada kala duwan 23 jiliba ka mid ah oromada maxamed ku difaacay wa oromo maxamed laakiin oromo dir maxamed ku dagaalamay dagaal Soomaali maxamed wa taqaanayo qabiil ka hoos buu sidda Itoobiyaanka xal oromada waa ina lamid Soomaalida marka la joogo ee Soomaali maxamed la joogo ee lagu dagaalamay Itoobiya xataa waa dir wax dagaalamaya ciise iyo samaroon iyo gudubiirsi kull was raacaya dir bay noqonayaan waxa loo dagaalamay dir iyo oromo laakiin oromo dagaalamaysa ma ahan oromo dirteed ma aha waa oromadii kaleeto oromada maxamed waxa taan ku yiri ma aha dhalashay dhiig ma aha waa qoomiyad isbahaysi israaci weyn oo reer walba galay xulufaysi ah si gaashaan buuraysi waa dhaqan Soomaalidu ay ka soo dhaxashay carabtii maxamedu dadku waxa la oranayaa waa dad dhiig wadaag ah dalasho wadaag mahlaku waa dhiig wadaag taa macnaheedu markaa waxa weeye Soomaalidu xataa hadday Itoobiya ku dagaalamayaan waxay ku dagaalamayaan maxamedow Soomaali bay noqonayaan marka dirto dirta iyo ku kala dagaalamayaan xataa daaroodka Itoobiya joog maxamedow markay Soomaali noqoto waxay dhamaanta isku raacayaan daarood iyo dir waxay isku raacayaan dadkii kale inay dagaalamaan maanta ma laga yaabaa marka oo in ay ciidan iyo hub siiyaan Soomaaliland si isku difaacdo haddii dhulkooda lagu qabsado ha way badat way dhici kartaa way dhici kartaa marka arinta waxaanu dhaqan laga hadlaayo sida iyagu afkooda ka qirteen lagu oftiga imika oromada ay yimid inay diyaar u yihiin inay diyaar u yihiin in ay difaacaan midnimada dir inay diyaar u yihiin inay difaacaan sumuuradda Soomaaliland inay diyaar u yihiin inay difaacaan qof kasta oo dira meesha uu joogo oftigay waxaan ka nimid bay yidhaahdeen Nairobi Kenya dirta degan baanu ka nimid waxay ka yimaadeen Rwanda ka yimaadeen ilaa ay chaad bay soconaysa maxamed dirto waa dadka xoolo dhaqatada ah waa isbahaysiga waa isbahaysiga waa xulufaysiga
محمدو مركا إني خبسيان أما إني تاكليان محمدو وإيجا واجب سارون وإيجا الأفكو تكتر إني إلى علنيان دير نماذ إني إلى علنيان واتاي ذاتك لو حيليهين ما داما سومالي لان بريه لصور رعفة إكدو ديين وحيابها كاني إن سيدا فضهوك الله قبصو تقال هذا وحاجر وحيابها كالوال استاغي وحلي لهذا إن ضد بدن وحي ليه مركا سيدا سبب الله مدى أيا ضد كان لو ضرب ضيو إن عاس قتل كويه مرتا محمد سيدا دبا وحاقب أو حقيقة مركا إن وحد عام ضد وأنا مرمسي وكاديان وأنا للتاجي وأنا لفلا وأنا لسحرية وإكسكوزير ووحي رجع محمد لكن وح فكت وحقيقة معها سيدا كون سيدا سو محمد وحلا تابن كرو حقيقة دبا ما مركوران كلا جهاد الله لكن سيدا دي دادك اي قاركود لي يهين ماداما نمان كان ديرتا اي رجبطان وفوح يمعيس اي كوتشران امالين ماي نمان كان افكود وحيكو يلي هدين اناقو نبات بانو وضنا اناقو نبات بانو هشيسينينا حتى هدين نقود تقول يحن رحل سومالان اس هايستان يدقال كان كرده حيادير يتارض اناقو حان انا حيكو يده ده حادين اي او نبات دوودي اولاد كمترنين لكن مرنا رالي كان نقول مبين يلي هدي سافكور مرنا رالي كان نقول مبين ان سومالي لان ديرت الدكته لما جحابي أو لبابي مر عن دركن وين ما شرتو صلان إيه هم بليانه وحيوسيدين مدحوينا إتوبي وأبو حكوي رهدين رئيس وزراء إتوبي وانندرة مركا أنت لجها الله يوالستيج يوالستيرة يوالستسعري محمدو أنا وحنا يستأون كلي وامر مرسيير ووحنا مرسي وحشر معهن مركا حالا إن ما كان إن وحسحرا الله مكس ما مليانه وأدرك وحي لي لكن نمان دكان كم وقدو أو كم وقدوه هاي دكان كم وقت محمدو مر نمان وحسحرا هي سحر محمد سيس ودي وحلا تابن كرم ماه واسكم وإيمانجنيش وخيالي مكان ماه نمر حسح رأيي وأني من نبض الصعدة وأني من دقن كوس الصعدة وأني من هيل أقوي من مركا إني هيل تسان ولا له ذكر ديرت إني تسان واتعي آدي هذا ينكم هذا علينا يا داوديال برامج كان وجوه هاليني الرماة لحريرة سببتا أي صعدة الكود وصوب بحين أيام قومي ده أرمادة قريب كمدة دجانة الصومالي لان يوحى يكدون أيام يو إن أيهين صومالي سيد محمد أيها فلقينا إنتان برامج كان برامج حقوق كل مدونة سلاحين وقلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.